بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي للكابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. مبروك للنادي الاهلي كابتن على الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك لنادي ام بي. كابتن ايمن، قبل ما نتكلم على طاقم التحكيم وطارق مجدي، عاوزين نقول ان فوتير بريرا عمل تحليل فني للحكام عن الجولتين اللي هم اتلعبوا الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، وكان هناك بعض الاخطاء كابتن شريف هو اتكلم فيها كويس قوي، واعتقد ان هو اتكلم كمان في ان اللي هيخطا في المباريات هيتم يعني ايقافه او استبعاده شويه عن الدوري الممتاز. طب احنا سمعنا يعني ان كان في اختبارات وبعض الحكام ما اجتازوش الاختبارات دي، هل بيبقى ليهم فرصه ثانيه ولا دول بيستبعدوا؟ بالظبط كده، هو كان عامل اختبار للحكام اللي هم حكام النخبه. ايوه، في منهم اعتذر عن الاختبار وفي منهم عامل اختبار ثاني للناس ديت، وفي اللي ربنا وفقه وفي ان هو الناس ربنا ما وفقهاش. حدد كمان ميعاد اختبار تقريبا بعد 3 اشهر او حاجه زي كده. هو ماشي لحد دلوقتي ماشي كويس. طب في خلال الفتره ديت اللي هو الاختبار اللي جاي، ما بيتمش اسناد لا مباريات للمجموعه دي؟ لا خالص، مفيش حد هيلعب في المجموعه ديت، خاصه كمان كحكام ميديا ما حدش فيهم هيلعب. ولكن انا عاوز اقول ان هو وقف كويس قوي على الاخطاء في الاسبوع الاول والثاني. النهارده كان عندنا طاقم تحكيم، النهارده اعتقد النهارده استفاد من التحليل اللي فات. شفنا النهارده كابتن شريف اهتمام من طارق مجدي، تركيز سواء من طارق او من الحكام المساعدين او من حكام الفار، لقينا ان في تعاون ما بين الطاقم التحكيم بالكامل كابتن بلال. شفنا ان مفيش اخطاء تحكيميه، الحكم ما راحش للفار، هو ده اللي احنا عاوزينه. الفار موجود بس على قدر المستطاع يا كابتن شريف ما تروحش للفار، اشتغل على نفسك في الملعب وروح واجتهد عشان خاطر ما تروحش للفار. بتروح للفار كتير بتبقى المشاكل كتير. طارق مجدي النهارده يمكن حكم لنا كابتن ايمن الموسم اللي فات، حكم لنا جوله 26 اهلي سموحه، وادى اداء كويس قوي قوي، وانا من هنا اشدت بيه. الموسم دوت خد مباراه في الجوله الثانيه فيوتشر الداخليه حسب ركله الجزاء لفيوتشر، ركله الجزاء الداخليه صحاح. النهارده بيكمل مشواره كاداء متميز هو وطاقم التحكيم، هنشوف الحالات ونشوف تحركات طارق ونشوف ايه الحاجات الايجابيه اللي النهارده عملها. طارق مجدي النهارده كان موجود احمد توفيق المساعد الاول ومحمد محمود لطفي المساعد الثاني اللي هو لغى هدف انبي للتسلل، كان الحكم الرابع عاطف حسين منطقه القاهره، وكان على الفار محمود بسيوني وسيد شعبان. نشوف الحاله الاولى معانا هنا كابتن ونشوف تحركات طارق مجدي. انا مهم جدا، انا مش مهم ان انا اشوف المخالفه واحسب المخالفه واقول في ركله جزاء ولا لا، انا مهم الحكم يا كابتن ان هو كان فين. صح، مهم جدا الحكم هنا عنده قراءه ولا لا، عن توقع ولا لا، ودي المهم اللي احنا بنقوله للحكام. كابتن ماهر خلي بالك داخل الصندوق لابد انك انت كحكم يبقى عندك قراءه. هرجع تاني معلش سامحني عشان بس يعني عندنا حكام بيتفرجوا علينا. نشوف طارق هنا اتحرك ثم فتح زاويه راح يمين وراح راجع رايح تاني بدون تردد، احتسب ركله جزاء واثق منها وركله جزاء صحيحه. وهنشوف ليه هنا، بنشوف احمد كالوشا المدافع نادي انبي عمل ايه يا كابتن هنا. شوف هنا ديانج عدى بكورته، وهنا ما كانش فيه يعني اي شيء يعمله المدافع الا ان هو يتم عرقله لاعب النادي الاهلي ديانج. نشوف هنا العرقله موجوده بالقدم اليمنى، وبالتالي هنا ركله جزاء صحيحه واضحه جدا من الحكم. وايضا هنا بنشوف ان الفار هنا بيؤكد، هنا نشوف المخالفه ثانيه هنا واضحه جدا جدا لم يتردد طارق فيها نتيجه التمركز القرب من الحدث. وهنا بنشوف هنا بقى بنيجي هنا لحاجه مهمه جدا، انا كلاعب من حقي اخد الكوره، انا كلاعب كابتن شريف هسدد او انا يعني النادي الاهلي حقه ياخد الكوره، وهنا مفيش اعتراض من يعني يجب ما يكونش في اعتراض من اللاعبي انبي. هنا المشكله حدثت ان هنا حسين شحات مع الكوره، انت كلاعب مدافع مالكش انك انت تروح لي او منافس تروح للاعب اللي هو احتسب ليه ركله جزاء. هنا طبعا حصلت المشكله تفاصيلها ما تصورتش، ولكن هنا الحكم خد قرار باشهار البطاقه الصفراء لحسين الشحات وللاعب نادي انبي اللي هو كان تقريبا احمد ناصر تقريبا. هنا نيجي محمد محمود لطفي، لعبه من الحالات المهمه جدا كابتن بلال، كابتن شريف، كابتن ماهر، كابتن اسامه، وهنشرح بالتفصيل وبالقانون ايه اللي حدث في هذه الحاله. نشوف هنا بس هرجع تاني بس لحظه التسديد من لاعب انبي، نرجع تاني سنه بعد اذنك مجدي، بس هنا جت
كابتن نشوف هنا هتبقى لعبه جديده جدا جدا. مين اللي لعب الكره وهي رايحه داخل الصندوق للاعب اللي هو هيكون في موقف التسلل؟ كابتن نعيم كابتن شريف هنلاحظ هنا في العاده ان لاعب انبي اللي هنا هيلعب الكره، ولحظه لعب الكره هتلاقي لاعب في موقف تسلل. نمشي بقى، خلينا نروح للعبه. هنا مفيش هنا مفيش مشكله خالص لحد دلوقتي. هنيجي هنا بس، هنا عندنا لاعب في موقف تسلل يا كابتن بلال. مظبوط. مين اللي لعب الكره؟ الاهلي؟ لا، المدافع. انبي المدافع. لاعب الكره قصدي اسف كابتن، لاعب انبي لعب الكره، كره براسه. وهنا تصوير هنجيب بس الفار، وراحت ضربه، وهنا راحت. معلش هات يا مجدي، معلش. تاني. هنا لاعب المهاجم، هنا لعب الكره. نرجع تاني يا مجدي معلش. طيب شوف هنا الفار هنا عامل ايه يا كابتن؟ الفار هنا جاب الخطوط، عمل الخطوط وجاب هنا اللاعب هنا طلع ولعب الكره هنا براسه، وراحت هنا اللاعب. يعني لاعب انبي اللي لعب كره، لاعب انبي اللي لعب كره بدماغه، وبالتالي هنا تسلل واضح. ان بعض قال لك ان المدافع لعب، لا المدافع ما لعبش. مظبوط. المدافع لو لعب كانت الكره تبقى. طب يا كابتن قصد لو لاعب الاهلي، لا هدف، لو لاعب الاهلي هو اللي لعب على الموقف ده، او لمست حد من لعيب النادي الاهلي، الموقف الهدف سليم. كابتن طب السؤال معلش، دلوقتي الكره اتلعبت يعني فاول، تمام؟ لو المهاجم بتاع انبي لعبها وخبطت في 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 في, في 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 ياسر، في ياسر، يبقى جول ولا تسلل؟ تسلل. تسلل. بص يا كابتن، امتى تتحسب هدف؟ لو هنا اللاعب دوت النادي الاهلي دوت لعب الكره متعمد تعمد بدماغه تروح اللاعب هناك، ولكن هنا لعب الكره هنا. بس كابتن عايزك لا بس لا احنا مختلفين انا وكابتن ايمن في دي. لا بالعكس، بص، تعمد او حاجه ثانيه. انا النهارده بطلع الكوره قلشت، لعيب مدافع الاهلي وراحت للي هناك، جول ولا اوف سايد؟ بص يا كابتن، انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا حصل بيها توضيح في القانون. انت نقول لعب متعمد يا كابتن، قال لك التوضيح الجديد، يبقى اللاعب عنده سيطره كويسه قوي وهو بيلعب، تبقى الكره متاحه ليه. يعني ايه؟ جايه لك مش سريعه، جايه لك في مستوى لعبك، تبقى انت مش مضغوط من المنافسين. يعني عشان يبقى لعبه متعمد. بص يا كابتن، خلينا في الكره دي معلش. ماشي. هو دلوقتي لعيب، لو نفترض ما هو دلوقتي ياسر مضغوط من لعيب انبي، ما بيلعبش مستريح. تمام. والكره نفترض هي مش لاعب انبي اللي لعبها. نفترض ان هي خبطت في راس ياسر. وراحت للاعب انبي، جول ولا مش جول؟ كابتن، لو مفيش منافس معاه ولعبها ياسر، يستمر اللعب. هدف طبعا. يعني كابتن، اللاعب المتعمد يا كابتن، انا بس هريحك انا بس خليني بس منافس. امتى احسب؟ ما انا هقول لك هريحك والله هريحك. بص يا كابتن، في دلوقتي في منافس حاليا مع ياسر، بس المنافس ده موقفه سليم يا كابتن بلال بالراحه. هذا المنافس موقفه سليم، بنحاول يتنافس. اللاعب ده المنافس ده اللي هو المهاجم موقفه سليم، صح ولا مش صح؟ صح. بنحاول يتنافس معاه. امتى اقول ان ممكن يبقى في تاثير على المدافع؟ لو المهاجم بتاع انبي في موقف تسلل، في موقف تسلل، ولكن هنا المهاجم هنا في موقف سليم من اول. تمام. هي المشكله هنا لما اتلعبت من الراس لاعب انبي، راحت للاعب زميله اللي هو في موقف تسلل. لا، انا بتكلم بقى لو مش في راس لاعب انبي، لو فيها لعب متعمد. انا بتكلم كمواد من المدافع الاهلي، لعب متعمد، يستمر اللعب هدف. بمعنى لو انا كمدافع لعبت قصدي العب الكوره، قصدي ان انا العب الكوره متعمد ان انا العبها، راحت للاعب ده، يستمر اللعب هدف. طب افرض ما فيهاش تعمد، وانا مثلا واقف كده خبطت فيها وراحت. برافو. هنا الارتداد. ما انا قلت يا كابتن بقى، ما انا قلت ايه اصل القصه ايه؟ ان عشان اقول ان لعب متعمد او مش متعمد، متعمد يعني انت حضرتك الكوره جايه لك شايفها كويس قوي، انت بتلعبها بارتياحيه، محدش ضغطك. ما تقوليش بقى لما الكره ترتد فيك او تيجي تلعبها تقلش. هنا بنتكلم في التوضيح الجديد اللي قال لك المتعمد يعني لاعب بيلعب متعمد، الكره واضحه بالنسبه له، شايفها، في ارتياحيه في اللعب. ده اللعب المتعمد، اللي هي لو راحت المهاجم يستمر اللعب. اما اذا انا طلعت بدماغي مش معدول، او خبطت فيا، او ارتدت، او في منافس تنافس معايا، هنا ما بقاش اللعب متعمد يا كابتن. وبالتالي هنا بنقول هنا الاصل اللعبه كانت تسلل، لان اللاعب المهاجم هو لاعب الكوره، وكان في لاعب في موقف تسلل. نشوف الحاله اللي جايه، وهنا حاله مهمه جدا جدا. وهنا طارق نفذ القانون يا كابتن بلال، يا كابتن ماهر عمل إتاحة الفرصة، ولما حس إن إتاحة الفرصة مش يعني لما تيجي تحت فرصة اللاعب اللي هو اللي أنت بتحتسب له المخالفة، هنا ما استفادش منها، وبالتالي هنا في الشد موجود من
مروان، وبالتالي رجع للمخالفه الاصليه واشهر البطاقه الصفراء، كان قرار صحيح من طارق مجدي. يمكن دي من القرارات الايجابيه هنا، ادى تحت الفرصه، ولما حس ان الكره مش هتروح للاعب انبي رجع وادى البطاقه واحتسب المخالفه. قرار صحيح من طارق مجدي. الحاله دي حاله طبعا مهمه جدا، وانا شايف ان هنا هو طارق هنا يعني شايف ان مفيش مخالفه، وانا بمشي معاه قراره ان هنا مفيش مخالفه. هنا الاثنين ده بنقول تنافس عادل يا كابتن بلال كابتن اسامه، مفيش مخالفه من المدافع، مفيش مخالفه من المهاجم، وبالتالي ده التحام مسموح به في كره القدم. لا انا شايف ان في مخالفه. اتفضل يا كابتن شريف. في مخالفه. اللي هي؟ بس هو الماتش كان خلص خلاص. لا هقول لك على حاجه بس. في مخالفه يا كابتن، ده معدي وسابقه. لو في ما انا كابتن. ما انا كابتن شريف. لا انا مهاجم وعارف. يا اما عديت المدافع ووقعت يبقى في سبب لهذا الوقوع. فانا ده حد اعترضني وانا سابقه والكره بتاعتي تمام، اذا كانت على الخط ضربه جزاء اذا كانت جوه ضربه جزاء، ولكن تمام المباراه عدت ومفيش مشاكل. طيب بص يا كابتن شريف، عشان يكون في مخالفه هيبقى حاجه من الاثنين، يا في دفع يا في شد. يا في شد صح؟ لا هنا في الحاله دي لا دفع. يا في يا في احتكاك بالركبه في الفخذ في اي حاجه. لا كره القدم هي يعني لعبه فيها منافسه، لما انا كمنافس وكمدافع احنا الاثنين نروح للكره ويحصل التحام طبيعي نتيجه مش وانا سابقك يا كابتن. لما بنبقى يعني هنا بص يا هنا هرجع زي تاني زي الكتف القانوني. هرجع لما حضرتك بتقولي كتف قانوني وفي نفس المستوى. لا ما بقولش كتف قانوني. لا ما حدش بيتكلم هنا في الحته دي، انما انا عديتك وبقيت انا اللي مسيطر وانا قدامك ماشي واتلمست لمسه واحده. ما هو كانوا بيديني حق كابتن. من وجهه نظرك انت في تلامس، بس احنا بنقول ايه المخالفه عشان احسب حاجه، يبقى هنا في ايد في دفع في شد في جذب. انما هنا الحاله يا كابتن هنا فيها كل حاجه يا كابتن. وجهه نظر وجهه نظرك فيها كل شوف هنا القرار. انا شايف ان القرار هنا استمر اللعب وكان عشان خاطرك بس يا كابتن شريف. بعد كده كابتن احسبها. لا انا الحاله اللي جايه حاله برضك من الحالات المهمه، وهنا برضك كابتن بلال معانا، يمكن انت دخلت في التحكيم معايا كويس قوي قوي. والسؤال هنا هل موديست لو كان في موقف تسلل دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها. معلش يا مجدي تعالى كده يلا ستوب بس هنا جابت نفسها. كنا بنتكلم لعب المتعمد صح. واللاعب اللي مش متعمد ده متعمد عادي. انا بقول انا بفترض ان موديست ان في تسلل هنا كده صح كابتن اسامه. لا مش هتحسب لانه هو لعبها ده بقى اللي اسمه اللاعب المتعمد. دي لعب في اراده بالظبط في اراده. الكره تحت اندر كنترولك ومسيطر عليها ورحت انت مرجع. انا عاوز اقول هنا الهدف انا جايبه ليه؟ طبعا الهدف سليم طبعا 100%، ولكن هنا حتى لو موديست في موقف تسلل يستمر اللعب، وده كان اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الحاله الاولى. اخر حاله معانا هنا وكان يجب على طارق هنا طبعا. يا طارق بتتلعب باص، ولكن تبقى عينك على طالما في مدافع او منافس هنا لازم يبقى عينك هنا على امام وعلى اوفا. هنا شايفين هنا الشد واضح جدا جدا، وهنا ما ينفعش انا اخلي اللعب يتواصل حتى لو كانت الكره رايحه للاعب نادي الاهلي. هنا في مخالفه كان يجب عليها، يمكن دي اللعبه الوحيده كابتن عند طارق. بشكل عام انا يهمني النهارده يا كابتن ايمن ان الاداء التحكيمي النهارده بشكل عام سواء حكم الميدان حكم المساعدين او الرابع او الفار كان هناك في اهتمام تركيز توافق حتى في القرارات الفنيه. الفار النهارده لما يتدخل في ركله الجزاء واكد على صحه قرار الحكم مساعد في الغاء هدف انبي، بنقول دايما عاوزين نشوف التحكيم ده دايما ونشوف اهتمام لجنه الحكام، وقلنا الحكم اللي يخطا ياخد عقابه لان مش هتمشي غير كده. كابتن ايمن بالتوفيق صحيح. ان شاء الله للتحكيم المصري في الفتره اللي عموما الاهلي بيسهل ماموريه حكام كتير يا كابتن. هو المشاط ماشيه والحمد لله صحيح. والتحكيم خلي بالك بيبقى نوع من نوع الهدوء النفسي لما مزبوط. الاهلي يجيب جون واثنين يا كابتن الدنيا بتبقى مريحه. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر شرفتنا. شكرا شكرا كابتن.